للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث في القانون الدولي الدكتور اسماعيل خلف الله. اهلا بكم دكتور الى استوديو رافدين. اهلا وسهلا، تحيه لكم ولمشاهدينا الكرام. حياك الله دكتور. كيف تقرا تصنيف بريطانيا حزب الله احد اذرع ايران في المنطقه كمنظمه ارهابيه وتحظر انشطته بشكل كامل؟ في الواقع ان اقدام بريطانيا على هذا القرار وهو واذا تم يعني تصويت عنه من طرف البرلمان البريطاني فسيكون قرار وسيتم تنفيذه، وهذا يعتبر خطوة إيجابية للحد من خطورة هذا التنظيم الإرهابي. وبالتالي فبريطانيا، إذا قلنا أن بريطانيا فهي العامل يعني أو تمهيد ممكن ان الاتحاد الاوروبي سيخطو سيسير نحو هذا الخطوه التي سارت نحوها بريطانيا. فالمعلوم ان الاتحاد الاوروبي هو يفرق بين التنظيم المسلح العسكري الذي يعتبره تنظيما ارهابيا والجناح السياسي الذي هم لا يعتبرونه كذلك ويتعاملون معه، وهو صرح به اليوم ماكرون اليوم يقول أن باريس تفرق بين هذين، بين السياسي اللي هو ممثل في الحكومة اللبنانية، وما دام أنه ممثل في الحكومة اللبنانية فلا مشكلة في التعامل معه. نعم، كيف ترى أثر القرار البريطاني على إيران دكتور؟ بطبيعة الحال هذه ضربة أخرى لإيران، ونحن نعلم أن حزب الله هو ذراع من أذرع إيران، وإذا كان أن هذا التنظيم تم وضعه في لائحة الإرهاب، بالتالي يعني معنى ذلك أنه ستجفيف أو يعني سد القنوات التي كانت ينتغذى منها هذا التنظيم، يعني سواء من التعاون مع الأفراد والأشخاص، سواء الحسابات البنكية، سواء التعاملات التجارية، كلها ستتم يعني صدها وتوقيفها. ونحن نعلم أن هذا القرار إذا تم مصادقة عنه كما قلت من البرلمان البريطاني، فإن أي متهم بالانتماء إلى هذا التنظيم أو يدعمه فهو ممكن أنه ستكون في حقه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات فأكثر. يعني من المعروف أن إيران تدعم حزب الله بما يقرب من 800 مليون دولار سنويا بالمقاربة، مقارنة أيضا تنفق إيران مليارات على أذرعها في المنطقة، ألا يؤثر ذلك على الداخل الإيراني المنهار اقتصاديا فعلا؟ فعلا هي الآن إيران تواجه هذه الضربات. فإذا كان القضية الآن كما جاء في تقريركم على أن إيران هي مقدمة على أن تغلق هذه المحطة النووية على بسبب نقص التمويل وعلى سبب كذلك بانهيار الريال أمام العملات الأجنبية، وإضافة إلى هذه التكاليف التي تكلفها هنا وهناك في حروبها، هذه الحروب المصطنعة التي تسوقها دائما إلى منطقة الشرق الأوسط وهذه المناطق التي أو هذه الأذرع التي تصرف عنها، والاقتصاد ما يعانيه الاقتصاد الإيراني. وبالتالي إذا جاء هذا القرار البريطاني وجعل حزب الله كمنظمة إرهابية فهو ضربة أخرى، بالتالي فالعقوبات الاقتصادية من جهة وهذا التضييق كذلك من جهة، وكما أن هناك حتى الاتحاد الأوروبي هم يفكرون حتى في أنهم سيمددون العقوبات المفروضة على بشأن الانتهاكات حقوق الإنسان، فهي كان في المفروض أن في 13 أفريل المقبل تنتهي العقوبات، ولكن أن الاتحاد الأوروبي يفكرون في أن هذه العقوبات ستجدد يعني أوتوماتيكيا. يعني بالتالي فإيران فهي
هذا كل هذه القرارات هي في غير صالح إيران، ما يجعلها يعني في مأزق حقيقة. نعم، إيران عندما أعلنت إغلاق محطة بوشهر النووية بسبب نقص التمويل، إلى أي مدى ترى صدق هذا الإعلان؟ لو صح، كيف ترى أثره على معاهدة الاتفاق النووي مع الغرب؟ هو في الحقيقة يعني ممكن أن هذا القرار هو تمويه، على أساس أنها تخضع وأنها ممكن أنها تموه على أن هذا القرار أو يعني توقيف هذه المحطة. والقراءة أخرى ممكن أن حقيقة أن نقص التمويل وأن يعني زيادة التكاليف وعدم القدرة تغطية هذه التكاليف، فممكن تكون الأمر صحيح يعني. إذن فقضية تبقى قضية الصفقات التي تتعامل بها إيران مع الدول الغربية وعلى مع أمريكا بالأخص، يعني ممكن أن هناك تعاملات سرية، وممكن أن تكون تعاملات بشركات وهمية أو بشركات أسماء أخرى، فالأمر يبقى يعني فيه نوع من الغموض. هناك اعتراف إيراني بفشل المشاريع التكنولوجية، منها برنامج الصواريخ والأقمار الصناعية. يعني ألا ترى بأن إيران سوقت نفسها فعليا أكبر من حجم الواقع الذي تعيشه في هذه التكنولوجيا؟ في الواقع يعني لو ننظر يعني للوضع الاجتماعي ما يعيشه المواطن الإيراني، نقول أن يعني هذه لم يكفيهم الإجرام الذي يقومون به هنا وهناك، فهم الآن يمارسون إجرام آخر على المواطن الإيراني. يعني العوض أنهم يمشوا يعني في مشاريع تنموية، فالآن هم تجدهم سائرون في هذا التسلح وفي هذا يعني هذا المحطات وهذا الأمور، هذا يعني وكأن هؤلاء ما جاءوا إلا لخلق أو خنق المواطن الإيراني يعني بخلق هذه الحروب وداخل المنطقة، وكأن يعني وأن الإيراني الآن أصبح خطر بسبب سياسة النظام الإيراني يعني. نعم، من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.